أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. من موقع التغيير نت، أكثر من 100 سجن سري افتتحتها ميليشيا الحوثي منذ سقوط صنعاء. من موقع المشاهد نت، مشفى في تعز يفتتح نشاطه بعملية إنقاذ جريح. ومن صحيفة عربية تقول إن الحرب تسلب اليمنيات خواتم الزواج. ومن الديلي مير، الصين تفقد السيطرة على محطة فضائية تهدد الأرض. أهلا بكم. كشفت وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي عن أعداد السجون التابعة لميليشيا الحوثي والرئيس اليمني المخلوع صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث وصل عددها إلى 107 سجون موزعة في مديريات العاصمة التسع. كما كشفت وحدة الرصد عن ممارسة الميليشيات أبشع صنوف التعذيب والإهانة. ومنذ اجتياح صنعاء في 21 من سبتمبر 2014، قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بفتح معتقلات سرية وسيطرت على السجون الرسمية التي زجت فيها الآلاف من معارضيها. وبحسب معلومات وصلت إلى راصدي مركز أمانة العاصمة، فإن السجون التي تم رصدها تتوزع ما بين 78 سجنا رسميا و25 سجنا سريا وأربع سجون خاصة. وتشمل السجون الرسمية سجون أقسام الشرطة والمخابرات والسجون الضبطية التابعة لبعض المحاكم. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: اقتحموا غرفة نومه ووضعوا السلاح في عنقه. شهادات ذوي المعتقلين من نشطاء الإصلاح في عدن. وأدانت منظمة سام للحقوق والحريات الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الأمن في مدينة عدن العاصمة المؤقتة بحق نشطاء سياسيين من حزب الإصلاح بصورة مهينة ولا أخلاقية. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن الحادثة استمرارا لنهج التخويف والإذلال للآمنين والمعارضين السلميين، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. أوضحت أن قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت منازل عدد من أعضاء الإصلاح في حي الرومي بالقوة والترهيب أمام زوجات المحتجزين وأطفالهم الصغار الذين أصبحوا بحالة خوف وذعر شديدين. وتنقل المنظمة عن زوجة أحد المعتقلين، والتي قالت إن أشخاصا ملثمين يحملون السلاح ويرتدون زيا عسكريا طرقوا أبواب منزلهم بقوة في الساعة الرابعة فجرا وقبضوا على زوجها بصورة مهينة، حيث لم يمهلوه حتى لتغيير ملابسه. إلى زاوية المقالات وفي الشأن المحلي، حيث كتب محمد جميح مقالا نشره موقع يمن سكاي، دون فيه ملاحظاته حول ما جرى في مأرب يوم الاثنين، الذي تلخص في أن مجموعة من المحتجين أمام مبنى محافظة مأرب وجرى إطلاق نار سقط فيه جندي ومدني وجرح آخرون. يقول الكاتب: مأرب فيها أغلب قيادات الدولة والنازحين، وبالتالي يجب أن تكون مفتوحة لكل اليمنيين، ومأرب لا تفعل ذلك منة أو تفضلا، ولكنه واجبها الذي حملته إياه جغرافيا قوية وتاريخ مهيب. ومع ذلك يجب مراعاة تضحيات أبناء مأرب في مواجهة الحوثيين قبل وبعد تدخل قوات التحالف العربي في كل ما يخص التعيينات في المحافظة. ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن في التعيينات من خارج المحافظة ومن داخلها بشكل يلبي الاحتياجات ويرضي جميع الأطراف. بالنسبة للذين يريدون تطبيق مخرجات الحوار الوطني وحصر التعيينات في أبناء الأقاليم، عليهم أن يعرفوا أن الدستور الفيدرالي لم يقر بعد باستفتاء شعبي، وحتى يتم إقرار الدستور فإن المعمول به الآن هو الدستور الحالي للجمهورية اليمنية، دون أن يعني ذلك عدم مراعاة بعض الحساسيات الموجودة في المحافظة. تعيين مدير أمن المحافظة ليس من اختصاص المحافظ، بل من اختصاص وزير الداخلية حسب علمي، على الرغم من أنني لا أعرف حقيقة من هو الطرف المتسبب بإطلاق النار، وهل هو الأمن أم المحتجون، إلا أن إدخال السلاح إلى مكان الاحتجاج خطأ. قالت منظمة الهجرة الدولية إن حصيلة من تم إجلاؤهم طوعا من اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم بلغ
1711 خلال أقل من عام. وأوضح سبا المعلمي مدير الإعلام والاتصالات في مكتب الهجرة الدولية في تصريحات نشرها موقع بوست بأن هؤلاء اللاجئين تم البدء بإجلائهم منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي حتى اليوم. وأضاف أن الإجلاء تم على 15 دفعة عن طريق ميناء عدن إلى ميناء بربرة شمال غربي الصومال بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتابع المعلمي أن اللاجئين قرروا العودة إلى الصومال بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الصراع المتفاقم منذ نحو 3 أعوام. إلى موقع المشاهد نت والذي عنوان: توجيهات حوثية للمعلمين في محافظة المحويت لمطالبة الأمم المتحدة برواتبهم. وكشفت مذكرة صادرة عن مكتب التربية بمحافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن توجيهات لمراكز المديريات التعليمية بتنظيم وقفات احتجاجية وجمع توقعات تطالب الأمم المتحدة بدفع رواتب المعلمين. وألزمت المذكرة المراكز التعليمية بمديريات المحافظة على بدء تنظيم وقفات احتجاجية لمطالب الأمم المتحدة لمطالبة الأمم المتحدة برواتب المعلمين. وفشل الحوثيون الذين يسيطرون على عدد من المحافظات اليمنية في إرغام المعلمين على إنهاء إضرابهم الذي بدأ مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر الماضي لعدم قدرتهم على توفير رواتبهم المتوقفة منذ عام. وفي الشأن المحلي أيضا، كتبت أنيسة اليوسفي مقالا في شبكة سما الإخبارية بعنوان تعز، قدمت من خلاله قراءة حول تعز المدينة والدور النضالي والتاريخي والتحدي الراهن الذي تواجهه. تقول الكاتبة: ستبقى تعز مدرسة تتعلم الأجيال منها، ولتعز مسيرة نضال لا يقبل الذل ولا يرضى بأنصاف الحلول ولا متوسط الأمور. وفي انتصاراتها رغم شحة الإمكانات في العدة والسلاح كانت مختلفة، وفي دفاعها عن الجمهورية والمدنية ودولة المؤسسات أيضا هي مختلفة. وها هي اليوم تواجه ملشنة من نوع آخر. وقفت تعز في وجه ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع دفاعا عن الوطن كله، تزال وأثبتت لمن يجهل أنها حرة. هكذا خلقت لتكون حرة وتسعى لتوطيد أركان الدولة متعطشة لحضورها أكثر، تواقة للحياة المدنية، وترفض وصاية كائن من كان. اليوم يبتسم القدر لتعز، فها هي تعيد تطبيع الحياة من خلال تفعيل مؤسسات السلطة المحلية المختلفة وبتأييد ودعم رئيس الدولة، حينما أدرك بفطنته التي ما خانته يوما أن تعز هي بوابة الولوج لبناء الدولة واستعادة مؤسساتها. الفرصة اليوم سانحة لمحافظ المحافظة علي محمد المعمري أن يعود ويمارس أعماله متقدما ركب السلطة في المحافظة للوصول بها إلى مرافق الأمن والأمان والتنمية. قال مدير عام مكتب التربية والتعليم بمديرية القبيطة محسن حازم صالح أن هناك مدارس يتواجد فيها نازحون مثل مدرسة الربوع التي لم تتمكن من توفير سوى 6 خيام لعدد 850 طالبا، مشيرا إلى أن هناك مدارس تهدمت بفعل الحرب، ومنها مدرسة الشريجي التي تهدمت كليا، فيما الطلاب الآخرون تم توزيعهم على باقي مناطق المديرية الآمنة. وأضاف صالح أنه وبسبب ظروف الحرب الدائرة أغلقت 11 مدرسة بالمديرية ورحل الطلاب إلى مناطق بعيدة. إلى موقع الوحدوي نت والذي عنوان: افتتاح مركز جراحة العظام وتشوهات بمستشفى الثورة. وقال الموقع أن مستشفى الثورة بتعز افتتح مركز جراحة العظام والتشوهات الخلقية كمركز تخصصي قادر على التعامل مع حالات العظام المختلفة بدعم كامل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقال رئيس هيئة الثورة أحمد أنعم أن الافتتاح في هذه اللحظة يعني الكثير للمرضى والجرحى الذين يحتاجون لعناية ورعاية طبية، لا سيما الجراحية منها. ويضيف أنعم: لا نحتفل بهذا الإنجاز الكبير بقدر ما نعلن التزامنا الإنساني والمهني تجاه معالجة المرضى والجرحى في مدينة تعز التي أنهكها الاستهداف والحصار. وعقب الافتتاح قام الفريق الطبي للمركز بتحضير أول عملية جراحية في قسم العمليات لأحد الجرحى المصابين بكسور في رجله اليمنى. وإلى هنا نقرأ ونواصل معكم ما تبقى من الصفحات العربية. نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
تتجه بناظريك إلى ما هو حولك، تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. نعاود الترحيب بكم مجدداً ونطالع في أحد عناوين صحيفة العربي الجديد البارزة: تطورات جنوب اليمن، مخاوف من تكرار تجربة الجبهة القومية. وقالت الصحيفة في تقرير كتبه عارف بامؤمن أنه بعد مرور 54 عاماً على ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني وأسيل الجبهة القومية على السلطة والمشهد برمته على حساب فصائل المقاومة الأخرى، يساور الخوف اليوم فصائل وسياسيين من تكرار التجربة نفسها بعد التطورات المتلاحقة في جنوب اليمن وتحديدا في مدينة عدن إثر تصدر قوى نفوذ جديدة تدعمها الإمارات محاولة تسيد المشهد على بقية الفصائل والتيارات السياسية. الجبهة القومية للتحرير هي إحدى فصائل المقاومة ضد الاستعمار البريطاني، تمكنت من بسط نفوذها قبل الاستقلال على حساب منافستها جبهة تحرير جنوب اليمن، واستطاعت الانفراد بالسلطة بعد الاستقلال وإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 30 من نوفمبر من عام 1967 بدعم بريطانيا التي رأت أن من مصلحتها تسليم عدن للجبهة القومية. ويضيف التقرير: وكنتيجة لتفرد الجبهة القومية بالسلطة وإقصاء رفقاء السلاح ضد الاستعمار البريطاني، شهد جنوب اليمن حوادث دموية متعددة. وقبل أن يأتي الحزب الاشتراكي الذي يعد امتدادا للجبهة القومية في عام 1978 كحزب وحيد يحكم جنوب اليمن تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، وخلال فترة حكمه التي عرفت بسياسة الصوت الواحد شهد الجنوب سلسلة أحداث دموية كان آخرها أحداث عام 1986 بين القيادات العليا في الحزب. في صحيفة القدس العربي عنوان عن الوضع الذي وصل إليه سكان اليمن: الحرب تسلب اليمنيات خواتم الزواج. وتسرد الصحيفة قصة إحدى اليمنيات وتقول إنه وبعد أن نفذت مدخراتها لم يكن لديها سوى خاتم زوجها الذي كان قد مضى عليه في أصبعها 25 سنة، وخلال ذلك العمر لم تكن تتوقع أنه سيأتي يوم أو يوما تلجأ فيه لبيعه من أجل متطلبات معيشية. معلمة في مدارس صنعاء تتحدث عن كونها تأخرت كثيرا في بيع خاتمها، فمعظم صديقاتها سبقنها في بيع خواتمهن بسبب ظروف الحرب وانقطاع الرواتب في بلادها، وكثير منهن لهن حكايات مؤلمة. يشتري هجوان وهو من أشهر باعة الذهب في شارع الدفع وسط صنعاء عشرات الخواتم من النساء يوميا، ويتحدث وهو يخرج من فترينة زجاجية كومة من تلك الخواتم عما اعتبره حالة يومية يشتري خلالها ما بين 50 إلى 100 خاتم. ويقول عبد الله غالب وهو صائغ أيضا: أعرف جيدا وأنا أشتري هذه الخواتم أن وراء كل منها قصة من العوز والألم. أوردت صحيفة الحياة اللندنية في إحدى موضوعاتها عن اليمن: ضحايا الحرب الصامتون في حملة جرافيتي يمنية. بعينين يكسوهما الحزن والشرود تنظر في أفق المجهول وعلى رأسها ما تبقى من متاع منزل تركته خلفها، وإلى جوارها تجر طفلها. تلك هي اليمنية النازحة، آخر أعمال رسامة الجرافيتي الشابة هيفاء سبيع التي تنفذ منذ أغسطس الماضي حملة بعنوان ضحايا صامتون. وتهدف الحملة وفق سبيع إلى التوعية بقضايا النساء والأطفال وما تعانيه الفئتان نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات على خلفية انقلاب مسلح نفذته ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين ونزوح أكثر من 3 ملايين. وأضافت إلى
وإضافة إلى قضية النزوح، تناولت الصحيفة رسوم الحملة التي شاركت فيها الرسامة الشابة خولة المخلافي، الآثار النفسية والاجتماعية للصراع على النساء والأطفال ومعاناة أسر المعتقلين والمخفيين قسرا. من السهل رسم سخافة الدكتاتورية الكورية الشمالية بشكل كاريكاتوري، هكذا بدأ إيان بورما مقاله المعاد نشره في الغد، وقال الكاتب: الرئيس كيم جونغ أون بحلاقة شعره الغريبة التي تعود إلى الثلاثينيات والتي يقال أنه تجعله مشابها لجده كيم إل سونغ مؤسس النظام، وبدلته القديمة وجسمه القصير والسمين يشبه تماما شخصية الرسوم المتحركة، وهو يعتبر رسميا عبقريا قويا يعبد مثل الإله، ويكون باستمرار محاطا بالناس بما في ذلك ضباطه العسكريون حاملا الأوسمة على صدره، يضحك أو يصفق أو يصرخ بشكل هستيري. وكما نعلم فإن الحياة في كوريا الشمالية ليست مسلية، فالمجاعة المتكررة تدمر السكان، كما يحتجز ما يصل إلى 200,000 من السجناء السياسيين كعبيد في معسكرات العمل الوحشية، ويكونون محظوظين إذا لم يتعرضوا للتعذيب حتى الموت، والحرية لا وجود لها. وتعتبر التحفظات على الوضع الإلهي لكيم محظورة، بل للبقاء على قيد الحياة يجب الإعلان بانتظام عن التفاني من أجل نظامه. ومن المحتمل بل ومن المرجح أن العديد من الكوريين الشماليين يتصرفون مثل العابدين المتنكسين فقط لأنهم مجبرون على ذلك، والبعض الآخر يسيرون في هذا الطريق لأنهم لا يملكون خيارا أفضل. ومثل الناس في كل مكان فإنهم يلتزمون بالقواعد السائدة من حولهم بشكل تلقائي دون التفكير في مبرراتها، ولكن بعض الكوريين الشماليين وهم كثيرون قد يؤمنون بصدق بعبادة أسرة كيم، والتي مثل جميع الطوائف والمعتقدات الدينية تتكون من أجزاء وقطع اتخذت من الثقافات والمعتقدات والتقاليد الأخرى. يدين مذهب كيم بشيء من أشكال ستالينية والمسيحية والعبادة الكونفوشيسية والشمانية الأصلية وعبادة اليابانيين للإمبراطور الذي حكم كوريا في النصف الأول من القرن العشرين. وكان من المفترض أن يكون والد كيم كيم جونغ إيل قد ولد على جبل بايكتو الذي يعتقد أنه مكان مقدس الذي ولد فيه المؤسس المؤله في أول مملكة كورية تدعى تانغون منذ أكثر من 4,000 عام. صحيفة الغارديان نشرت مقالا لأليس تير كامبل مدير مكتب توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق بعنوان: حان الوقت كي تخبر تريزا مي الشعب بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير ممكن. ويقول كامبل إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي كان يجدر بها أن تغير من خطابها أمام المؤتمر العام للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، لتقول فيه بالحرف إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر تحد واجهه البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها ستخصص الخطاب كله لهذا الملف. ويضيف إن مي كان يجدر بها أيضا أن تصارح البريطانيين وتقول لهم إنها كانت من دعاة رفض الانفصال في الأساس، وأنها تعتقد أن هذا هو الصواب، وأنها تعرف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لإصلاحات، وتؤكد أن حكومتها ستعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن. وطالب الكاتب مي بالاعتراف للشعب البريطاني بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن، إذ لا يمكن للمملكة المتحدة أن تخرج من سوق كبيرة موحدة في هذا الوقت، ولا سيما أن الاستفتاء أسفر عن قرار الخروج بأغلبية قليلة. كما يشار إلى أن ما ينبغي أن توضح للجميع أن الانفصال سيقود إلى نتائج كارثية وسيصيب الاقتصاد البريطاني في مقتل، وهذا واجبها كزعيمة لهذا البلد. نشرت صحيفة الديلي ميرو مقالا عن محطة الفضاء الصينية تيان غونو 1 التي خرجت عن السيطرة والمتوقع سقوطها على سطح الأرض بعد أشهر، وقد اعترفت الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة للأمم المتحدة بأنها فقدت السيطرة على هذه المحطة التي يبلغ وزنها 8.5 طن. وكان الخبراء يعتقدون أن سقوطها سيستغرق أعواما، ما سيمنحهم فرصة أكبر لاستعادة السيطرة على المحطة. أوضح تقرير لعلماء في هارفارد أن المحطة التي أطلقتها الصين في العام 2011 تدور حول الأرض حاليا على ارتفاع
300 كيلومتر وما يعزز معدلات تفسخ هيكلها، وبالتالي ستسقط في فترة ما قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وتختتم الصحيفة بالقول إن العلماء لا يعلمون حتى الآن أين ستسقط بقايا المحطة، وبالتالي تزداد المخاوف من سقوط أجزاء منها على مناطق سكنية في أي دولة، ما قد يسبب حالات وفاة وإصابات. يصعب على العالم تجاوز آثار الحرب العالمية الثانية التي يبدو أنها سترافق البشرية لمدة أطول، وقد أعادت وكالة IFB نشر العديد من الصور التي سبقت الحرب والتي تظهر الجنود مبتهجين قبل ذهابهم نحو الموت. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.